مرحبا فيكم بمملكة الألعاب، معاكم نورة. واليوم جايتلكم بفيديو جديد، وبهذا الفيديو مع بعض راح افتح معاكم صندوق الحلويات. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وخلونا نبدا. فأول شي راح اجيب لكم الصندوق، هو طبعا صندوق كثير كبير. راح اوريكم كل الأشياء يعني بسرعة، عشان يعني هو فيه كثير أشياء. هذا هو، او ماي جاد، شوفوا قديش وكلهم ملي حلويات. راح اوريكم، شوفوا ملي ملي ملي. راح يلا خلونا نبدا. فيلا راح نبعد الصندوق من هني ونبلش باول اشي. اول شيء موجود كورن فليكس، شوفوا هذا هو كورن فليكس، وكمان في هذا الكورن فليكس. طبعا ما راح نجرب اي نوع حلويات، عشان اذا جربناهم راح يكون فيديو فيه ساعة. هذا الكورن فليكس، وفي كمان هذا الكورن فليكس. والحين راح اوريكم مجموعة الكورن فليكسات الصغيرة، ما اعرف ايش جمع كورن فليكس. هذه هي ثلاثة، يعني هذه هي نفسها هذه، شوفوا هذه هي هذه، و ما في كلهم. وكمان في خلا المهم في من نفس الصغار هم الكبار. الحين راح نوريكم الشوكولاتات، او الشوكولاته هي، او يعني حلويات الشوكولاتات. خلونا اول شيء نبلش بالشوكولاته. اول شوكولاته عندنا هي هذه بسكوت الكندر، هذا هو. وكمان في هذه كمان بسكوت كندر على شكل، اتوقع هذا ما اعرف ايش هذا الحيوان، نسيت اسمه. والحين هذه كيف لونها ابيض شوكولاته. وكمان ايش في هذه شوكولاته ابيض، عفوا شوكولاته بيض، فيها ثلاث حبات. وفي كمان هذه الشوكولاته كمان على شكل بيض، بس هي كندر هذه هي. وفي كمان هذه اللي يعني يفطر فيها الصباح، وفي كمان يعني نفسي بس هي من كندر. وفي كمان هذه هي نفس هذه الشوكولاته، نفس الماركه. وفي كمان هذه الشوكولاته او بسكوت من نوتيلا. وكمان في هذه الشوكولاته لونها بنفسجي. وكمان في هذه الشوكولاته مكسوه من داخل بنكهه ال نسيت اسمه، هذا كرز، لا مو كرز، توت. وفي كمان هذا ال كورني، طبعا هذا مو اوزمو. تقريبا يعني كل الشوكولاتات اللي وريتكم اياها يعني ما قد جربتها. في شوكولاتات جربتها وفي شوكولاتات لا ما جربتها. وكمان شوفوا هذا الكوفي، هذا كوفي وهذا كوفي وهذا كوفي، ثلاثة كوفيات. والحين راح ننتقل للحلويات احسن شيء. يعني اول شيء من الحلويات في هذه المصاصة من شوفا شيف. طبعا هذول كلهم نكهات الايس كريم، في نكهة فانيلا، وفي نكهة توت، وفي نكهة شوكولاتة، وفي نكهة حليب مع فراولة. هذا من كل نكهات، وهذه من شوفا شيف كمان، بس هذول نكهات العادية. هذه نكهة كرز، وفي نكهة تفاح، فراولة، وبرتقال. وكمان في هذه الحلاوة جيلي، هي على شكل يعني كأن معكرونة كتير طويلة. شوفوا كيف نقدر نلعب فيها أو يعني نسوي فيها زي أشكال وناكلها، كتير حلوة. وفي كمان شوف في شوكولاتة، ما وريتها لكم، هذه شوكولاتة من داخل محشوة بالبرتقال. وكمان من الحلويات في هذه الحلاوة الحامضة، هذه هي طويلة يعني هي على شكل مستطيل، شوف كيف زي هيك. وآخر حلاوة عندنا هي هذه الحلاوة
كيف شكلها، من هاريبو. هي منا اثنين وبس. كل الحلويات اللي اذكر اسمها هي من شركات مشهورة. هذول من الحلويات، هيك يكون فضاء الصندوق. بس هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وبس باي. حبكم، باي.